علي كان كتير هادي من هو صغير يعني، وأنا اللي ربيته تقريبا، رضعته مع بنتي وعايشين في نفس البيت، وكتير كان دايما طموح وعنده أمل وكل إشي، ودايما يحكي أنا بدي أستشهد، هو دايما كان ضل يحكي أنا بدي أستشهد، بس ما عمري توقعت إنه فعلا يستشهد. كان كتير هادي ملتزم، درس جامعة، خلص هندسة واشتغل شوي فترة، يعني طبعا ما في شغل، مرة في المستعمرة مرة في مصنع، حاليا كان ما بيشتغلش له فترة أسبوعين أو ثلاثة ما طلع العمل. ملتزم وله فترة الحمد لله ملتزم في الصلاة، فيش صلاة إلا بيصليها في المسجد. الأرض هاي أرضنا في الجبل، يعني أرض مش مصادرة، وإحنا كل سنة بنلقطها. تفاجأنا إنه المستوطنين بحطوا خيام فيها، فراحوا يشوفوا شو فيه. طبعا المستوطنين أول ما شافوهم هربوا ورجعوا، بعدها رجعوا معاهم الجيش بحماية الجيش، وكان في مستوطن ماسك سكينة وضربوا فيها عطول، يعني ضربوا عطول في 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 صدره في قلبه وعطول، يعني ما وبعدين لما صار ينزف ما خلوا حدا يمسكه، يترجوا فيهم صار يطخوا عليهم إما حدا يقرب يتركوه. طبعا ما وصل المستشفى إلا هو استشهد، حاول ينعشوه كم مرة واستشهد.